السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتنا كويزين صافو مع وصفه جديده وفيديو جديد. كنتمنى تكونوا بافضل حال اليوم ان شاء الله باذن الله. جيت نتقاسم معكم كما شفتوا في الصور وصفه ديال الفقاس اللي كيجي شيش بزاف ورائع جدا. بلا ما نطول عليكم تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. وبسم الله نبداو على بركه الله. غادي نحتاج 3 البيضات، عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، ونص كاس تاع الحليب، بالنسبة للعبار كاس ديال العنبة. عندي هنايا خميرة كيماوية من فئة ديال 8 غرام، وعندي هنايا السكر بنكهة زهرة البرتقال أو الفاني، يعني نتوما اللي بغيتو، أو قشرة ديال الحامض أو قشرة ديال البرتقال. وعندي هنايا الدقيق حسب الخليط. عندي هنايا تقريبا واحد ملعقة ونص ديال الزبيب مقطع اختياري. عندي هنايا جوج معالق كبار ديال الزرارع، هنايا عندي الزنجلان وحبة حلاوة محمرين شوية في مقيلة. وعندي هنايا جوج معالق كبارين ديال اللوز مقطع، هنايا غير غسلته وقطعته. اللي كيفزقو قبل انا ما كنفزقوش لانه كيلوى في الفقاس، داكشي علاش. نبداو على بركه الله. غادي نضيف المكونات ديالي، 3 البيضات، سكر سنيده، الحليب، الزيت، هاد السكر المنكه زهرة البرتقال، وغادي نخلط المكونات. هنا من بعد ما خلطت المكونات غادي نضيف الزرارع، اللوز، والزبيب مقطع. كما قلت لكم بالنسبه للوز والزبيب اختياري. دابا غادي نضيف خميرة كيماوية، والدقيق حتى تجمع لي العجين ديالي، وبالنسبة للعجين ما تكونش قاصحة. انا عيني ميزاني. هنا كما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجينه ديالي، كما قلت لكم راه باقي كتلصق، ما تخليوهاش تكون قاصحه هكا باش يجيكم الفقاس ديالكم هشيش وزوين. دابا غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيت، غادي ندهن بها يديا، وغادي نبدا ندير في الحرابل ديالي.
هانتوما كما قلت لكم راه باقي كتلصق. نمسح طاولة العمل وكما قلت لكم غادي نبدا نصوب الحرابل ديالي. انا هنا كما كتشوفوا درتهم صغيورين كيعجبني الصراحة الفقاس يكون صغيور. وغادي نحطو في اللاطة هنا كما كتشوفوا على الحريب لا تجري اللي كنحاولوا نصاوبهم. هنا غادي نبسطهم غير شويه الفران في هذا الاثناء راه كيشعل. دابا غادي نخلط البيض ومع النسكافيه وانتم معايا. انا غادي ندهن مزيان وانا غادي ناخذ فرشاطه كما كتعرفوا غادي نبدا ندير الشريط بحال هكا. وهنايا غادي ندخلوا الفران من التحت يعني شعل عليه من التحت حتى يتحمر مزيان ويطيب ويدخلوا الطياب، ومن بعد نشعل عليه الفوق يتحمر ونرجع لكم ان شاء الله من بعد. وهنا كما قلت لكم من بعد ما طاب لي الفقاس هنايا درت واحد المنديل تاع المطبخ كما كتشوفوا فزكتو مزيان، ومن بعد حطيته في واحد البلاطو درت عليه الفقاس وغادي نغطيه من بعد. هانتوما الفقاس كما كتشوفوا طيب ومحمر مزيان. دابا غادي نخليه تقريبا حتى الليل عاد نرجع لكم ان شاء الله في التقطاع. وهنايا من بعد ما ارتاح ليا الفقاس خديت موسلي ماضي ورقيق وغادي نبدا نقطع بجهه مايله. السمك طبعا نتوما كتحكموا فيه واش بغيتوه رقيق ولا غليظ. انا هنايا كما كتشوفوا كنقطع وما كاينه حتى فرتيته يعني كيكون ساهل بزاف، غير جربوه راه غادي ينجح معكم من اول تجربه. وهنا غادي نكمل التقطاع وغادي ندخلو الفران يتحمر من الفوق ومن التحت ونرجع لكم ان شاء الله مع الشكل النهائي ديالو.